عشان انهي موضوع المايسترو صالح سليم، هل ايضا حزنت لما الاستاذ هشام سليم قال ابويا قال لي ان الخطيب غير واضح، وان الخطيب ده على لسان هشام سليم يعني، ده رايه هو يعني، لم يتبوأ منصبا اداريا ونجح فيه. لا عايز ارد اقول لك ايه، بص خليني في غير واضح ده، هل تعتقد ان صالح سليم يمكن ان يقول لابنه يا ابن الخطيب مش واضح؟ اسال صالح سليم الله يرحمه. يمكن تكون دعايه انتخابيه برضه، احتمال يعني. بس خلي بالك احكي لك برضه التاريخ بيقول ايه. وممكن في مثلا هات جميع الصور اللي بيني وبين الكابتن صالح دي سنه 2000 قبل ما يفوت، قبل ما يتوفى الكابتن صالح بيومين يعني بسنتين. كابتن صالح اصر ان انا اطلع للرحله دي، اصر كويس. والاصرار جه منين؟ كان معانا عادل القيعي، لان هو انا قلت لك انا احكي لك عشان نوصل لدي بعد اذنك. وخلي الناس برضو هي يعني. كابتن صالح انا دخلت مجلس اداره النادي الاهلي 88 مع الكابتن رمسي صالح الوحش، بعدين دخلت سنه 2000 مع الكابتن صالح، وبعدين دخلت 2004 كنائب رئيس مع كابتن حسن حمدي. فتعاملت مع ثلاث رؤساء انديه. كابتن صالح سنه 92 طلب مني ان انا ادخل المجلس بتاعه بعد كابتن عبد الصالح. هو اللي طلب. انا هحكي لك تفاصيل يعني عشان خلي الناس تحكم بقى، اللي عايز يقول حاجه هو حر. كابتن صالح قال لي يا محمود عايزك تخش المجلس. كان عنده بيته في عرابي ومكتبه في الزمالك. فاتقابلنا كنا بنتقابل كتير يعني. فقال عايز تخش معانا. قلت له بص يا كابتن انا غلطت. انا اللي هو اللي يقول لك مش واضح. قلت له انا غلطت ان انا خلصت اعتزال 87 ماتش اعتزالي كان 88 دخلت مجلس اداره 88. انا ما خدتش وقتي وما كانش عندنا احتراف والكلام ده، فانا محتاج اشتغل عشان خاطر ولادي، فمن فضلك كابتن سيبني الدوره دي. قال لي يا ابني عندك حق، خليك جنبي، خليك قريب مننا قريب. واشتغلنا. الدوره اللي بعديها 96 كرر نفس الكلام في وجود مين؟ عشان برضو الناس اللي بتتكلم كتير، حسن حمدي، حرم الراغب، هشام سعيد، عدلي القيعي، وفي بيته في عرابي كان بياخد راينا في الاشخاص اللي داخلين جداد في النادي الاهلي. انا قلت لك عندي وجوه شابه وجديد، وعندي شباب وعندي وجوه جديده. زي اللي انا بعمله دلوقتي، باخد راي ناس كتير قبل ما اقول واحده معايا جوه. فكابتن صالح كان بياخد راينا، او انا واحد من المجموعه اللي كان بيتاخد راي فيها، غير مجموعه تانية كبيره حوالينا يعني، بس انا بقول الناس اسماء معروفه يعني. ف قلت له قال لي سيادة الشيخ هتخش معايا. قلت له بص يا كابتن انا تعقدت ان انا بسافر بره عندي شغل يعني، فهسافر كتير، فمن فضلك برضه سيبني الدوره دي. قال لي طب خليك بقى معانا في المطبخ ده، انا عايزك تبقى موجود قريب عشان عايزك تتعلم. 2000 كابتن صالح جه سنة 2000 طلبني بقى في مكتبه، رحت له قال لي بص يا محمود، ولا مش عارف مش فاكر والله كنا قاعدين فين، قال لي بص يا محمود انت معانا في الدورة دي. لسه بقول له، قال لي يا محمود ده تكليف، ده تكليف تكليف خلاص. ده واحد صلاح سليم ده ايه رأيك فيه انت؟ عنده قرار ولا ما عندوش قرار؟ لا عنده طبعا، وعنده رؤية، وعنده جريء ولا مش جريء؟ جريء. قوي ولا مش قوي؟ طبعا. لما يكون شايف ان واحد مش واضح يقعد معايا يتعامل معاه كل السنين دي ازاي؟ ويطلبه في مجلسه ازاي؟ يعني موضوع دخلنا المجلس. لما دخلنا المجلس سنتين قال لي انا عايزك تيجي معايا يعني اسافر معاه جوهانسبرج عشان نستلم جائزه القرن، ده حقك. قلت له حقنا كلنا يا كابتن، ده النادي الاهلي. قال لا انا عايزك، لان انا والله في يا محمود كمان حاجه مهمه جدا، احنا السفر 7 ساعات رايح وسبع ساعات جاي على مدار 3 ايام بس، رايحين يوم حفله ثاني يوم هنرجع 3 يوم. انا عايز بص لمبلي الملفات اللي عندك كويس، وتعالى عايزين نتكلم شويه طول الطياره. من افضل ال 14 ساعه قضيتهم، لان انا اتعلمت حاجات هايله.
في الطياره طبعا رايحين جايين بقى وهو بنمشي لانه حديث طويل ودائم والمده طويله. جبنا قطاع الناشئين وجبنا الكوره وجبنا حاجات ثانيه غير الكوره وبنتكلم وكان موجود عادل القيع معانا. طب انا بس بحكي لك بسرد لك ده بسرد لك ده. طيب لجنه الكوره لجنه الكوره لجنه الكوره كنا اربعه لعيبه كوره في المجلس منهم ناس كابتن صالح كويس كابتن حسن وانا والكابتن اعتقد طارق وزيد تقريبا. كابتن صالح لما جه اختار لجنه الكوره اختار مين؟ حسن حمدي ومحمود الخطيب. هو كل ده مش دلائل ولا ده ايه؟ انا بقول لك التاريخ بس اعتقد كده كفايه. وبالتالي لا يمكن ان يكون صالح سليم قال عن الخطيب انه غير واضح يعني. راجل جريء وراجل قوي ويقول لك انت اعور في وشك. مش هيقول لحد عشان يقوله لنا دلوقتي. ماشي؟ طيب ما جايز تكون في مشكله مثلا انتوا تعاملتوا مع عضويه هشام سليم بشكل لانه كان يشكو من ذلك يعني، جايز في مشكله يعني؟ ما اعتقدش انه الاستاذ هشام ما اعتقدش يشكو من ذلك، ده كلام موضوع مالي ومادي. ما اعتقدش ابدا انه يشكو من ده يعني. هو طبعا لو عايز يشكو هو حر. زي ما اللي بيقولوا دوت هو حر. ولكن كابتن صالح سليم برضه في وجود حسن حمدي وانا ومحرم الراغب وهشام سعيد. قال لك لا ليه؟ ما هو ده بقى اللي بيقول لك صالح في وشك يقول لك. قال لك لا مش هو بيشتغل هو يدفع. احنا عرضنا عليه. على هشام سليم يعني؟ احنا عرضنا على كابتن صالح. انه ده ابنك وبتاع يعني نعمل له عضويه يعني. قال لي قال لي هتعمل عضويه لكل رؤساء الانديه لاولادهم؟ لا هم قادرين يدفعوا اللي عاوز يخش يخش. هي دي مبادئ يا استاذ هشام. هي دي مبادئ. طيب في